شو صار؟ نعم مو هذا الضابط اللي ماخذ بنت اخوك؟ لا يا رجال، هذاك اليوم مو مداوم مو بزامن. حظي الله يديك. حقيقه حضرة الضابط ما نبي ناخذ من وقتك، هذا على جايبه يكفلنا، هذا من اعيان البلاد عندكم يعني بن شوصان، ها؟ فهو عارف الموضوع وعارف السالفه، تفضل قول حق الضابط. الله يدي بفضلك يا صقر. طال عمرك يا حضرة الضابط. هذا الولد ولدنا فواز، تراه صغير وما يفتهم. ما يفتهم. وبعدين تراهم هم اهلي، هذا ابوه وهذاك عمه. عائله واحده. نعم. وانا جاي يكفله طال عمرك وانهي الموضوع. تكفله وتنهي الموضوع؟ هي. ليش هو مسوي مخالفه مروريه؟ يا ابن شوصان هذا تهديد بالقتل، يعني جريمة كبيرة؟ ها؟ هي وهالرمشة هذه جريمة كبيرة؟ ترى شو مسوي؟ لا لا مو لهالدرجة، هو مو يعني شروع بالقتل مثل ما قال، هو دزة، تقدر تقول شروع بالدز، هذا اللي صار. ولا تحسب ان الدنيا فوضى، كل من جاء وهدد بالقتل وراح بيتهم، ما يصير هالكلام. طيب الحل شنو الحين حضرة الضابط؟ ما في حل إذا وصل الموضوع للنيابة. لازم تتفاهمون وياه وتقنعون الدكتور وضاح انه يتنازل عن القضيه. اذا انا وضحت على عمرك انا بخليه يتنازل غصبا عنه، ما تحيد انت يوم انا تنازلت عنه يوم ذبح الحنبزانه ولازم عليه يرد الدين لي. تناسي انك دفعت 5 ملايين؟ 5 ملايين درهم انا دفعتهم عنه؟ ما ادري والله، يجوز يمكن الله يهديه علشانك. طيب والعمل؟ نفس ما قلت لكم. لازم تقنعون الدكتور وضاح انه يتنازل على القضية قبل لا تروح النيابة. اي يعني هالبوكشة اللي جبتها وياي انا على الطل، ماكو شيء. قوم خل نروح له. قوم يلا ان شاء الله برد عليك حضرة الضابط. خير ان شاء الله. شاد الظهر فيك على بالي زين. زين عادي جايبك كفيل، والله لو مأجر لي بنيان يكافلني ولا انت. يا رجال شاد الظهر فيي ولا شاد كدورتي؟ زين. شوف يا ابن شوصان، اترك عنك الخرابيط اللي ماخوذ من خيرها. يا أخوي ترى أنت ما تنازلت عني لوجه الله ولا من طيبتك، أنت متنازل بعد ما دسمنا شواربك ب5 ملايين درهم. يا أخوي لا تعصب، اسمعني. أنت الحين وش دخلك أتنازل عن فواز ولا ما تنازل عنه؟ طيب شف عاد، أنا بتنازل عنه بشرط واحد، ان الرجال يطلع من المخفر ويروح للمطار رأسا ولا يوريني رقعة وجهه ولا يطب هالديرة. سمعت؟ يلا على حالنا. دكتورنا يطول عمرك، انت الحين اذا بالتنازل عن فواز ليش اشتكيت عليه بالاساس؟ يا اخوي الحين انت افرض الحين ثبتت عليه التهمة، يبي يطقونه بالسجن كم شهر، يبي يطلع هذا اول ما يطلع وش بيسوي؟ يبي ينتقم، يبي يجيك للمكتب. تصور شكلي انا محترم، رجل محترم مدير الشركه، نازل عند باب الشركه ولا هذا يقابلك ويلقطك شكله يزلطك بقطرتك. هذا وحشي هذا ولا يقعد؟ انت ما شفته هنا، ما شفته شيء، تقدح عيونه شرر، تقدح. هذا مجرم. انا وش بسوي الحين معه؟ أين؟ أنا أبقول أبسوي معه جميل، أبفتك من شره، أبسوي معه جميل وبقول لي أنا بتنازل عنه وخليه يطلع من الديرة وينقلع وجه يا أخوي. هذا ما يتحارش. السؤال